بشكل حاد. أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع من خضر وفواكه قابلة للتخزين، في قرار لقي تثميناً واسعاً وتأكيدات بمساهمته في تحقيق التوازن بالسوق الوطنية. والله احنا نتمنى هذا القرار، وهذا القرار هو الصح، هذا من المفروض له الداخل المقري. كان هذا القرار المقري كره ونفذ، كررنا اليوم ما نشهدوش ازمه تاع البصله والازمه تاع التوم. اذا هذا القرار درك مشى عام جاي ما تكونش عندنا ازمه تاع التوم، وهذه القرارات هي المفيده في واقع الامر. حماية جهد الفلاحين عبر شراء منتجاتهم بأسعار مدروسة ووفق استراتيجية مضبوطة، أولوية يرى المختصون أنها منوطة بالديوان المستحدث. الفلاح ما ينضرش، وكي تغلف السوق يخرج هذاك المخزون السوق، المستهلك ما ينضرش، يعني يخلق نوع من التوازن. تطبيق القرار والعمل به ثنائية تساهم بشكل كبير في استقرار أسعار الخضر والفواكه من جهة، وحماية الفلاح من جهة أخرى.